بتسمع الأغنية دي بالذات بتقعد تعيط. يا سلام فعلا. وجهة نظرنا بسيطة ومتواضعة. هو في الرئيس المسدد. ابنك مش هينفع يشتغل معانا. ياه. الأم متملي بتدعيله أحسن من الأم بتديله. برنس خد قطعلي دي. انت بقى بتصور الساعة 10 الصبح تلاقيها جاية لك مثلا الساعة 4 وعادي يعني. ايه ده؟ وبتاخد وجبتين. انت مالك ومال أم؟ صباح الخير. ما هي هي. أيوة ما هو اتعلم الدكتور. ايه ده؟ ما انت طلعت وطني قوي يا عزة. انت فاكرني وافد ولا ايه؟ طب بالياه. بس يا أمك فاهم.